يا بلاد وبلدنا تعيش. انا بحبك يا بلاد. قولي لي حضرتك واقفه هنا من الساعه كام؟ واقفه هنا من بعد الفطار على طول الساعه 8. ليه عند سلم نقابه الصحفيين؟ عشان ده رمز. رمز لايه بالظبط؟ رمز لكل الشهداء ورمز للبلد، وده بيت الحريه، انا بسميه بالنسبه لي بيت الحريه. تمام. طب في ناس ثانيه لما بتقف على سلم نقابه الصحفيين بيتضربوا، ايه الفرق بقى بين وقفه حضرتك واي حد ثاني لما بيجي يقف هنا؟ الفرق ان كل مصالح شخصيه. ممكن يكون واقف لمصلحه شخصيه او واحد واقف لواحد لمصلحه شخصيه، لكن انا واقفه عشان حاضر مصر. يعني النائب العام بيعبر عن الشعب المصري كله، اللي هو النائب بتاع المصري كلها، ده رمز مصر كلها. النائب العام رمز البلد كلها، يعني النائب بتاعي، يعني السيسي، يعني مصر. النهارده احنا واقفين هنا على سلم نقابه الصحفيين عشان نقول لكل مصري ولكل ضابط ولكل عسكري احنا ما بنخافش من الارهاب ايا كانت ايده تطول اي مكان في مصر. الاخوان اللي بيعملوه ده مش هيأثر فينا ومش هيرجعنا لورا ومش هيخلينا نتنازل عن اللي احنا فيه. احنا عايزين دوله استقلاليه، عايزين حقوق، عايزين ناس تعيش في هدوء، عايزين ناس تعيش في سلام. موجودين على سلم نقابه الصحفيين عشان نقبل كل الشهداء اللي سقطوا في سبيل الوطن. واحنا بنقول للجماعة الاخوان المسلمين خليكوا عندكم يقين ان عمر ما جماعة هتاكل دولة، لان الدولة بكيانها بكل مقاوماتها هتقف قدامكم، ولازم في النهاية الدولة هتنتصر ايا كان حجم الجماعة اللي موجود. احنا في محافظات الصعيد متضامنين مع الدش والشرطة ومش هنسيب الدش والشرطة. لو انا عندي 50 سنة لو عايزين نتجند في الدش هتجند من تاني، لان دي بلدنا ولازم نحافظ عليها. هم المليون اثنين عمرهم ما هيقدروا على 90 مليون ولا ال 95 مليون. خمسة وعشرين ثورة و30 ثورة، الاثنين ثورتين مختلفتين. ثورة قامت ضد ظلم وفساد استبداد 30 سنة وتوريث، وثورة قامت ضد عنف وإرهاب على عصابة إرهابية اللي احنا حاليا بنحاربها.